هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية دخلوا في الإسلام ولله الحمد. نعم. المرحلة الثانية أنا أحبذ الحقيقة إنه اللي يروح هناك يأخذ معه مبلغ يعني يسير لكفالة داعية لمدة 6 أشهر. نعم. يعني يحرص على يعني على تعليم الناس يعني داعي يبقى عنده. أيوة يبقى عنده. أيوة. أو يعني يتردد. يتردد عليه. يتردد عليه. أيوة. طبعا هذا ينبني لتهيئة مكان للصلاة. صحيح. إن كان يوجد مسجد جيد، ما يوجد مسجد يعني أنا والله رحت مرة لجزيرة قالوا يا قالوا إحنا مستعدين ندخل الإسلام بس بنوا لنا المسجد. نعم. قلت يا طيب إن شاء الله. قالوا يعني لا تقول أنه مكلف، إحنا نحن نرضى ولو بالزنك هذا. زنك. ولو بالزنك والله يكلفني يمكن 2000 ريال أو 3000 ريال. سبحان الله. بنينا لهم خاص جلسوا أخذوا يصلون فيه. المهم يعرفوا انه هذا مكان للإسلام. مكان ايوه. وبعدين سبحان الله الناس تجتمع ويحصل في البركه ويهيئ الله من يبني حتى غير المسلمين يدخل يا شيخ. حتى غير المسلمين. اي نعم. والله من يكون العجاب. يكون منبر للدعوه هذا. والله من العجائب يا اخواني ان مره بنينا مسجد في بنين. نعم. وكانت امراه نصرانيه تمر على اللي يبنون مثل نوح يوم كان يبني السفينه. نعم. ويستهزئون به. سبحان الله. والله كانت تستهزئ تقول مين بيصلي عندكم؟ مين بيدخل في دينكم؟ سبحان الله. الناس هنا في تجارة شغالين في السوق ما حد يتر. وسبحان الله يعني هذا المسجد مسجد مبارك. الله. اللي افتتحه المحافظ وهو نصراني. محافظ المنطقة. محافظ وهو نصراني مو مسلم. ويعني طبعا الافتتاح فيه نظر يعني لكن هم عادتهم هكذا. يعني. عادتهم. أيوة. فالمحافظ جاء وقال يعني لولا أن الدين عندكم محدد أيوة. لكان واجب على المسلمين أن يصلوا في هذا المسجد 6 صلوات وليس 5. شكرا لله على هذا المسجد. يعني الصلاة السادسة شكرا لله. وسبحان الله هذه المرة التي كانت تستهزئ لما شافت الناس وكيف دخلوا في الإسلام وكيف صلوا هي كانت من أول المسلمين. ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله. أيوة. فوجود المسجد سبحان الله في يعني وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور فكما في حديث عائشة رضي الله عنها. فبناء المسجد ولو كان شيء يسير يعني في خير للباني وفي خير وبعض الناس يفكر يا شيخ ان المسجد يعني يكلف ممكن حتى لو عريش ولو شيء يعني ولو شيء يسير ولو شيء المهم هذا هو مسجد القريب. هذا مسجد القريب يجتمعون فيه وبعدين هي الله من يبني يبني. اي نعم. لكن انا اقول يعني وجود داعيه يعلمهم هذا فيه خير. هذا أيوة. مهم. إذا لم يكن هناك داعية يعني طالب علم أو مو طالب علم يعني إنسان يستطيع التعلم ما في متوافق طلاب علم الله قال يا أسلم حديثا يعني كنا أحيانا نأخذ بعض الطلاب الصغار يعني اللي في الثانوية أيوة. يعني أكيد يعني تجد فيهم من يعني هو يحسن القراءة وكذا فنأخذه إلى المدينة يعني إلى أقرب مدينة يتعلم فيها الفاتحة كيف يصلي كيف يخطب أيوة الجمعة عند المسجد عند الإخوان مساجد فيها مساجد يقول هذا اكفلوه لمدة كذا وهذه كفالته ما شاء الله يعني لمدة مثلا 3 أشهر تعلمونه الشهر ب$80 يعني 300 ريال سبحان الله وإذا تعلم 3 أشهر هناك كداعية أيضا $80 أعطيه يعني 300 ريال نعم يعني تضمن أنه القرية يعني أدركت شيء يعني مما يلزمها ويكفيها يعني من الإيمان بالله والأركان الإيمان وأركان الإسلام والفاتحة التي تصح بها الصلاة والوضوء والطهارة يعني ما يجب عليهم هذا الحقيقة يعني أمر مهم جدا صحيح ما بعد الإسلام ما بعد طبعا الإسلام. أيوه حتى أيضا يكلف الإخوان يعني الداعية بعض الدعاة يحتاج حتى يأتي القرية فقط الدباب ب$1000 والله سبحان الله أيام كان قيس في خدمة المجتمع عندنا في الجامعة أيوة تقريبا عام 1420 أو حول هذا يعني ولما سبحان الله يعني اشترى بعض يعني اشترى جاء بعض المحسنين وعطاه وجدت بعض الدعاة يعني يقولوا هذا الدباب من أيام ما كان قيس سبحان يعني من عام 1425 وهم شغالين بالدعوة برنامج كل أسبوع يتجولون على القرى يعني يعلمون الناس الفرائض والمحاضرات النافعة في العقيدة وغيرها ما شاء الله. فهذا الدباب حقيقة من أنفع ما يكون للداعية
يعني أنا أنا أرى أحسن من السيارة أحيانا يا شيخ. أنا أرى إن بعض الأماكن إيه ما تدخل السيارة خاصة عندنا ما تدخل السيارة، لكن أقول أنا أرى إن الدباب هذا أنفع من الماء. صحيح، لأن هذا دين، الماء للشرب للحياة، أما هذا للدنيا والآخرة. يعني سبحان الله صدقة جارية. يعني بعض الناس ما يتشجع مثل هذا الأمور، تقول له يا أخي دباب للداعي، يقول لك لا والله أنا أبغى بير. وخير يعني السقيا فيها فضل عظيم، لكن هذا أيضا يعني تعليم الناس العلم هذا من أفضل ما يكون، أنفع ما يكون. صحيح. فيعني الاعتناء بالدعاة ما بعد الدعوة إلى الله هذا أمر مطلوب. يعني ما الفائدة أن يدخل في الإسلام ثم نهمل ونتركه؟ لا شك إن هذا خير له، لو مات يعني حتى لو ما تعلم، ما دام يقول لا إله إلا الله يعمل بما يحسن. لكن كما أننا حرصنا على إدخاله في الدين، يجب أن نحرص على يعني تمكينه من العمل الصالح اللي يعني يثبت ويوقر الإسلام في قلبه.